لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. احمده سبحانه واشكره واثني عليه الخير كله واستغفره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الند وعن النظير وعن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الاخوه في الله، رفقه طيبه كريمه هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده اهل عباده ونسك، تعرف منازلهم بالليل لدويهم بالقران، واهل مروءه وايثار، فاذا قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسويه، مع صبر جميل على الفقر وقله ذات اليد. فلما كانت غزوه تبوك واستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لها، جاءه هؤلاء، جاءه الاشعريون باشواق الجهاد والشهاده في سبيل الله، يطلبون ان يحمله معهم جنودا في هذه المعركه، حيث كانوا لفقرهم وحاجتهم لا يجدون ما يرتحلونه في هذا السفر الطويل. ووافق حضورهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم منه هذا الطلب وهو غضبان صلى الله وسلم وبارك عليه. ولعل ذلك بسبب مزيد انشغاله واهتمامه باعداد هذا الجيش الكبير الذي كان اكبر جيش جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا اجابهم صلى الله عليه وسلم جوابا مغضب قائلا: والله لا احملكم على شيء، والله لا احملكم على شيء. فمضوا من عنده وفي قلوبهم حزن شديد، مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد عليهم في نفسه. فبينما هم كذلك، إذا بلال بن رباح رضي الله عنه يناديهم ويدعوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إليه إذا بخمس من الإبل عظام سمان الحسان، فدفعها إليهم وقال صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقوا بهم، ثم لم يلبثوا أن أقبل بعضهم على بعض وقالوا: إن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم نذكره بها، والله لا يبارك لنا فيها ولا نفلح بعدها أبدا، فلنرجع إليه ونذكره بيمينه تلك. فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا، فظننا أنك نسيت يمينك التي حلفت. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وافوه قبل قليل مغضبا يقبل عليهم بلطفه وبشره المعهود قائلا: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير،
وكفرت عن يميني. فطابت عند ذلك نفوسهم وفاءوا إلى الطمأنينة والبشرى، وانطلقوا مع الصحابة إلى الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة في الله، في هذا الموقف العظيم عبر لا تنقضي، منها الغضب النبوي في هذا الموقف هو جزء من الطبيعة البشرية، ظهر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليؤكد اللافتة الضخمة في أداء الرسالة: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فيحدث منه الانفعال والغضب ليشرع لأمته ما تفعله حال الغضب، كما ينسى صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته ما تفعل في حال النسيان، ولتعلم الأمة عظيم حكمة الله تعالى يوم جعل الرسالة والقدوة للبشر بشرًا مثلهم، له غرائزهم ومشاعرهم وانفعالاتهم. ثانيًا، الغضب النبوي في هذا الموقف هو الحالة الاستثنائية التي تبرز عظمة القاعدة العامة في حال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان شديدًا في امتلاك نفسه عند الغضب. وليتضح من هذا الموقف الاستثنائي أن صفح النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه في مواقف الغضب لم يكن لكونه ذو طبيعة ملائكية لا تقبل هذا الانفعال بحيث يستثار فلا يغضب، بل لأنه كان يغضب كما يغضب البشر، ولكنه يملك نفسه عند الغضب فيكظم غيظه ويعفو ويحسن. وكانت عظمته الأخلاقية صلى الله عليه وسلم تجعله مسيطرًا على انفعالاته في أحواله كلها. ثالثًا، لم يأتِ الأشعريون حالًا تستوجب الغضب، إنهم لم يطلبوا مالًا يتخولونه، أو متاعًا يتأثنونه، أو مغنمًا يحوزونه لأنفسهم. إنهم أتوا ليعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم التي خزنوها في عروقهم، ومهجهم التي أكلتها جوانحهم رخيصة في سبيل الله، ويسألونه أن يحملهم إلى حيث تسفك الدماء وتزهق الأنفس وتباع المهج على الله تعالى. فما بال النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هؤلاء وهو أهل العفو والصفح والتحمل، يرى هذا من تعامله مع كثير من الأعراب الذين كانوا يأتونه ويسألونه ويلحفون في المسألة ويعطون فيستكثرون من العطاء، ومع ذلك يستقبل إلحافهم المضطر بخلقه السمح ويقول لهم: لو كان لي عدد هذه الغضات نعماً لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً. إن ذلك عباد الله هو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع من يحبهم ويحبونه، فهو يحتملهم ويحتملونه، ويعذرهم ويعذرونه، ويعطي آخرين من ماله وخلقه أكثر من أولئك، لا لأنهم أحبوا إليه، ولكن لأنهم أحوجوا إلى التألف والرفق لحداثة عهدهم بالإسلام أو قلة خلطتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الهلع، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. إن هذا العطاء يشمل العطاء من المال ومن الخلق ومن التعامل، ولذلك استقي هذا الدرس من خلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أطلقت نفسك على سجيتها فاحترس عند التعامل
ممن لا يعذرك، فاحترس عند التعامل ممن لا يعذرك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وارجوه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على وهج النار لا تقوى، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله. أيها الإخوة في الله، روعة الموقف الأخلاقي المبهر للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي اتخذ موقفا معلنا مؤكدا باليمين أنه لا يعطيهم، والله لا أحملكم، ومع ذلك رجع عن هذا الموقف بغاية السرعة والتلقائية والصحة النفسية العالية، ولم يجد غضاضة في الرجوع إلى موقف أعلنه إلى الرجوع، ولم يجد غضاضة في الرجوع عن موقف أعلنه وأقسم عليه للانتقال إلى خيار أفضل منه، وترك ذلك القرار إلى قرار أصلح. وكم تنهزم إرادتنا عباد الله حين نتخذ موقفا في لحظة انفعال، ثم يكبرنا هذا الموقف عن الوثوب إلى مواقف أفضل، حتى لا يحسب على أحدنا رجوع أو تراجع، ولو كان ذلك موقف أب مع أبنائه، أو معلم مع طلابه، أو رئيس مع مرؤوسيه. وكم رأينا من لج في غواية أو خطأ، وتحمل خسارة أو دمارا، لأن الشيطان نفخ في منخره، وعظم في نفسه أن يرجع عن موقفه وإن استبان خطأه. أما معلم الناس الخير فقد أطلقها مدوية ناصعة: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكم رأينا عباد الله، كم رأينا في الناس من يقطع قريبا له، أو أخا له، أو أختا له، ولا يدخل بيتها أبدا، وإذا سئل عن ذلك قال: إني حلفت أن لا أطأ له فراش، أو أن لا أدخل له دار، وذلك من الجهل والحمق والبعد عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمنهج الحق أن يكفر عن يمينه، وإلا فالمنهج الحق أن يكفر عن يمينه، وأن يأتي الذي هو خير، وأن يصل رحمه. أيها الإخوة بالله، ألا يشدنا ويبهرنا تلك النفوس الملائكية الشفافة التي كانت تمشي على الأرض من أولئك الأصحاب، وكأنها تحلق بين قناديل الجنة؟ أي إيمان وصفاء ويقين أترعت به قلوب الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم تجد على نبيها صلى الله عليه وسلم أدنى موجدة، وإن غضب ومنع وتألى على ذلك وأقسم. وإنما كان الذي وجد في نفوسهم عظيم الشفقة على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعظيم التعظيم لكلامه، حيث عادوا على أنفسهم بالملامة، إذ ظنوا أنهم أغفلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك اليمين، وأنهم يتحملون مسؤولية تذكيره بيمينه، فينقلبون إليه معتذرين مذكرين بتلك اليمين. إنها الصورة الرائعة للصفاء القلبي والإشراق والإيمان الحق بالرسالة والرسول،
ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله لرسالته، وهؤلاء هم أصحابه الذين آمنوا معه، محمد رسول الله والذين معه. أيها الإخوة في الله، هذا الموقف الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بمواقف كثيرة من الرفق وغرس الحب في النفوس، وملء النفوس بأحاسيس الرعاية. ولذا فعندما يأتي مثل هذا الغضب مسبوقا بتلك المواقف فإنه لا يحدث صدمة ولا يؤثر في النفوس، وإنما يأخذ حجما محدودا ويفسر تفسيرا حسنا. إنها باختصار عملية سحب قليل من رصيد عاطفي كبير تم إيداعه في نفوس الأصحاب. فصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ما تعاقب الليل والنهار، وما صدح طائر المطار، وما فاحت الأزهار ونمت الأشجار، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. رضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا أعز الإسلام ورسل المسلمين في كل مكان، إلهنا ومولانا أعز الإسلام ورسل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم ارحم كل ميت من المسلمين، واشف كل مريض، وفك كل أسير، وفرج هم كل مهموم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا أو أمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. إلهنا ومولانا أظهر أمننا، أظهر أمننا، واكبت عدونا، واجمع كلمتنا، وارزقنا شكر نعمك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله، واذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. فلذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.